مساء النور، مساء الخير للجميع. مشاركة الفرق التونسية في المسابقة الإفريقية دور الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، باش نرجعوا بأكثر تفاصيل عن المشاركة التونسية. ولكن قبل ما نبداو، ما تنساوش كالعادة دعم القناة بلايك وابوني وتفعيل جرس التنبيهات، وما تنساوش تتابعوا صفحة بيكام سبور على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. الفرق التونسية مشاركتها في المسابقات الإفريقية بترشح 3 فرق إلى الأدوار المقبلة، وهي الترجي الرياضي التونسي اللي ترشح إلى دور المجموعات من رابطة الأبطال، النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي. نرجع لمباراة الترجي الرياضي التونسي بأكثر تفاصيل. الترجي يترشح في رادس بهدف لـ0 على فريق بلاتو يونايتد النيجيري. الهدف جاء من أقدام محمد علي بن رمضان عن طريق ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة. ضربة جزاء أصبحت حديث وسائل الإعلام المصري والمغربي وحتى الخليجي. فمنذ نهاية المباراة وبعد فوز الترجي، تصدر فريق باب سويقة سريعا مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية، حيث تحدث الجميع على فضيحة تحكيمية وضربة جزاء مشكوك فيها، وتحدثت على ترشح غير مستحق، وانهالت صفحات أحباء الوداد المغربي، الزمالك المصري والأهلي المصري وغيرها من الأندية على الترجي الذي يربكهم دائما. تواجده في المسابقة يخيفهم وتوج بعديد الألقاب على حسابهم، لذلك يتحينون الفرصة وينتظرون أقل الهفوات لمهاجمة غول إفريقيا. ولكن الترجي فريق كبير بتاريخه وألقابه وجماهيره هذه اللي تدعي الشرف والطهورية. نجم نذكرهم بالفضائح التحكيمية اللي استفادت منها فرقهم وهزت ألقاب بها، لذلك ما فماش فريق ما استفادش من الأغلاط التحكيمية. وسيبقى الترجي الرياضي التونسي عقدة لكل الفرق ومرعب كل الخصوم. هذا رد على عديد الصفحات وعديد مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعني انهالت على الترجي بجميع عبارات يعني السب والشتم يعني ما خلاهم قالوا، ولكن جاوبناهم بما يستحقون. الاتحاد المونستيري ممثل الكرة التونسية في رابطة الأبطال بعد ترشح الترجي، الاتحاد ينسحب ضد الأهلي في القاهرة بالذات بعد هزيمة بن جنات 1-0. الاتحاد المونستيري ينقاد إلى هزيمة بثلاثية نظيفة في ملعب أو في استاد القاهرة. الهزيمة هذه ما تنجمش يعني تخلينا نشكوا في قدرة ولا في كفاءة الاتحاد المونستيري اللي بدوره مش يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الانسحاب من رابطة الأبطال، يلقى نفسه في الدور الثالث من مسابقة النادي الصفاقسي دوره يفوز بهدف ويعبر إلى الدور الثالث. الزملاء دحمان يقدمون مردود محترم، عديد الفرص السانحة للتهديف سيطر على طوال ردهات المباراة. السياساس يترشح إلى الدور التمهيدي الثالث رفقة النادي الإفريقي اللي كان فاز بسبعية كاملة ضد كيبينغا الزنجبارية باش تخليه موجود في الدور التمهيدي الأخير. 7 بلاش للكلوب في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. السبعية الدول على تسجيلها كل من زهير الذوادي في الدقيقة الثانية، محمد علي العمري في الدقيقة 15، وحمدي العبيدي في الدقيقة 52، شهاب العبيدي في الدقيقة 67، أحمد خليل يسجل الثنائية الدقيقة 73 والدقيقة 84، كيف نادر الغندري يسجل من ضربة جزاء في الدقيقة 2 ويسجل أعرض نتيجة في الدور هذا، مقابلة خلات النادي الإفريقي في الدور القادم لمسابقة الكونفدرالية. نعطيكم قائمة الفرق المترشحة للدور القادم لمسابقة الكاف. النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي، ممثلة تونس، بيراميدز المصري، فيوتشر المصري، نادي الأخضر الليبي، اتحاد العاصمة الجزائري، نادي النصر الليبي، نهضة بركان المغربي، الجيش الملكي المغربي، مالومو الجنوب افريقي، نادي رويال الجنوب افريقي، سبورتينغ غاناغو الايفواري، موتيما بيمبي قلوب الصنوبر الغاني. للدور القادم من الدور التمهيدي الثاني لكأس الثالث لكأس الكاف، فما زاد فرق كانت سقطت من رابطة الأبطال الإفريقية وباش تشارك في الدور هذا من كأس الكاف. الفرق هي الاتحاد المونستيري، مازيمبي الكونغولي، أهلي طرابلس الليبي،
كيب تاون الجنوب افريقي، لاباس من السيشيل، جوليبا المالي، فلونغو من رواندا، بلاتو يونايتد منافس الترجي، انجليك من النيجر، كارامان من التوغو، بريمير اوداغوستو، اساك ابيجون الايفواري، رويال يانك افريكا. يتم اجراء القرعه في القاهره، قرعه الدور التمهيدي الثالث، وباش نتعرفوا على منافسي فرقنا التونسيه، ان شاء الله يتجنبوا مواجهه فرق قويه ويعبروا لدور المجموعات. الدور هذا باش يتلعب بين 2 و9 نوفمبر 2022 ذهاب واياب، بعدها دور المجموعات لكاس الكاس. نرجع لرابطه الابطال ونحكيوا على تصنيف الفرق اللي باش تلعب دور المجموعات. القرعه مازالت باش تكون في شهر نوفمبر، لكن نعطيكم تصنيف الفرق، تصنيف المستوى الاول ثم الثاني والثالث والرابع. في المستوى الاول نلقاو الترجي الرياضي التونسي، الاهلي المصري، الرجاء المغربي، والوداد البيضاوي. في المستوى الثاني سان داونز، الزمالك، بيترو اتليتيكو، وحورية كوناكري. اما المستوى الثالث نلقاو سيمبا التنزاني، شباب الوزداد الجزائري، شبيبة القبائل، الهلال السوداني. الرابع القطن الكاميروني، المريخ السوداني، ميبرز من اوغندا. هذا اللي كان اقصى هذا اللي كان اقصى فريق مازيمبي. المشاهدين نتمنوا حظ موفق لكل الفرق التونسيه دون استثناء، نتمنوهم يقدموا اداء ممتاز في باقي الادوار من المسابقات الافريقيه، وان شاء الله بعوده البطوله وبنسق المباريات نشوفوا مستوى احسن لكل الفرق التونسيه. بصراحه قله الكومبيتيسيون كما نقولوا والمباريات الرسميه خلات كل الفرق التونسيه تظهر بوجه مش ولا بد، يعني في المباريات اللي تلعبت، باستثناء النادي الافريقي اللي لعب ضد منافس يعني يعتبر سهل نوعا ما. باقي الفرق كما الترجي، النادي الصفاقسي والاتحاد عانوا في هذه المباريات. إذا نتمناو حظ موفق لكل الفرق التونسية في المشاركة الإفريقية، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في أكثر أخبار على الكرة التونسية. عاد نذكركم بدعم القناة، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.